أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ننظم هذه الوقفة التضامنية وهذه الوقفة التنتيدية تنديدا بالهجوم الأمني العريف على أبنائنا الطلبة، وفي نفس الوقت هي مناسبة لتجديد يعني دعوتنا لكافة المسؤولين ولكل من يهمه الأمر بأن يعني إيجاد حل مستعجل لهذه الوضعية المزرية التي عمرت كثيرا. نحن دائما نؤكد بأن يدنا ممدودة لإيجاد أي حل مستعجل، يعني المساهمة في إيجاد أي حل مستعجل، وكذلك يعني نحن جزء من الحل، نطالب يعني بتغليب الحكمة وتغليب التعقل وإيجاد حلول منصفة، لأن المكان الطبيعي للكلية هي يعني الطلبة يدرسوا وليس الطلبة خارج أسوار الجامعة. وفي نفس الوقت هنا نقبل أي هجمة أمنية على الكلية العمومية لأنها يعني حرم جامعي يجب ألا تنتهك يعني الحرمة دياله. مرة أخرى نؤكد على تنديدنا بالهجمة العنيفة على طلبتنا، وندعو المسؤولين لإيجاد حل مستعجل لهذه المعضلة التي عمرت كثيرا. معنا غادي نتواصلوا خصنا واحد الممثل ديال الطلبة باش نقدروا نعرفوا المستجدات ديال الملف المطلبي ديالهم، وكما كتعرفوا انه هذا الملف المطلبي فيه عدة عناصر داخله في الموضوع من يعني وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وكذلك الطالب ديال كلية الطب وكذلك الأستاذ اللي خصو يكون عنده واحد الدور اللي هو داخل في هذا الإطار ديال المعالجة التشاركية لهذا الموضوع للمشكلة هذا اللي وقع. دونك بالنسبة لهذه الاقتراحات كذلك انه احنا ماشي رافضين ان نحطوا امتحانات ولا ندوزوا امتحانات ولا نقراو، ولكن خصها تدوز في ظروف بيداغوجية، خص الرؤية تكون واضحة. المشكل اللي كاين هو انه كيوقعوا مستجدات وما كنعرفوش اشنو التطور ديال الملف شنو كاين الى اخره، يعني خصنا ضروري يكون عندنا واحد الشفافية في معالجة هذا الموضوع هذا. وكذلك كما قلت يعني اننا نوجدوا امتحانات ولا نوجدوا دروس، هادشي هو داخل في العمل ديالنا مولفين، ونوجدوا جوج دورات، نوجدوا اربعه، نوجدوا 10، ماشي مشكل. المشكل هو خص الموضوع يتحل، حيت الا ما تحلش المشكل غنوجدوا امتحانات، غنمشيو نحطوا الامتحان ونطبعوه وما غيدخلوش الدراري يدوزوا امتحان ثاني، غيدخلوا جوج ولا ثلاثه، هذا مشكل عويص ماشي حل. خصنا حل يكونوا متفقين عليه الطلبه، متفقين عليه الاساتذه، وكذلك الوزاره الوصيه باش نقدروا نعسقوا هذه السنة الجامعية ونقدروا نزيدوا لقدام، لأن الحلول دائما ممكنة. وكذلك يعني كاين عدة اقتراحات كما قلت لكم، من حتى التدريب ممكن تلقى ليها الحل، كل شيء ممكن تلقى ليه الحل. إذا هذا الشيء هو هذا هو زعما يعني النقط الرئيسية اللي هضرنا عليها. نتمنوا التوفيق للجميع يا ربي. شنو الرسالة ديالكم للوزارة المعنية باش أنها تلقى حل؟ يعني التسريع في اتخاذ يعني القرارات اللي غادي تقدر تستجيب للمطالب ديال هذه الشريحة الطلابية، وكذلك يكونوا الأساتذة متفقين عليها. يعني حنا شنو كنطالبوا بحال شي طالب مثلا هو غير بغيت هذه غنديروها ليه، لا، راه خص يكون واحد النقاش ويكون واحد الجواب اللي هو خصو يكون سريع، حيت هذا الشيء دابا ولا مستعجل. هذا الشيء ولا مستعجل كما قلت لكم، ماشي الاساتذه اما نديروا وقفه، ديما كنتجمعوا درنا عده اجتماعات كنحاولوا نلقاو حلول، وديما تيكونوا شي مستجدات كنتسناو حلول، ماشي الوقفه هي اللي غنديروا وقفه كل نهار، ولكن انا وقفنا شنو درنا؟ فهمتوني؟ يعني الطلبه اللي هما الاطباء ديال الطب الداخلي ولا المقيمين راه تيديروا وقفات تضامنا مع الطالب، ولكن الاستاذ عنده دور اخر، ماشي غير غنجي نوقف تضامنا مع الطالب، خصني ندير شي حاجه. يعني حنا اكثر حنا اشياء اللي كنتمنوا انها تخاد بهذه الطريقه اللي قلنا التشاركيه، وتوجد حلول في اسرع وقت، والاستاذ انه مستعد انه يمشي في هذه المنظومه ونتادابطاو مع السيستم ديال الدراسه الجديد وما كاين مشكل. حنا اليوم مجموعين اساتذه ديال كليه الطب الدار البيضاء في هذه الوقفه الاحتجاجيه تضامنا مع كل الطلبه ديال كليه الطب في المغرب، لأنهم أولا أولادنا، وثانيا لأننا مقتنعين بالقضية ديالهم، وثالثا لأن هذه القضية هذه خدات وقت طويل جدا، وكان واحد التأخير في دراسة هذه القضية ولإيجاد حل هذه القضية، والناس كيطالبوا بالحوار ما كيطالبوش بشي حاجة اللي ماشي ممكنة.
وهم أظن أنهم في المستوى ديال الحوار، وهذه أقل حاجة يمكن الناس يعطوها لهم. وكنتمنى أن هذا الشيء يتلقى له حل في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الشيء كيأثر على جميع الكليات وعلى الصحة في المغرب بمستوى عام. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.